وبعد تحريات معمقة تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط عبر عدة ولايات متكونة من 23 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 60 سنة. تورط أفرادها في قضية جناية تكوين جمعية أشرار لأجل ارتكاب جناية السرقة بالتعدد وباستحضار مركبة ذات محرك، خيانة الأمانة، إخفاء أشياء مسروقة، التقليد في علامة تجارية مسجلة، تزوير واستعمال مزور في محررات تجارية، تبييض أموال ناتجة من عائدات السرقة. بالتنسيق مع المصالح القضائية المختصة تم وضع خطة محكمة والقيام بتمديد اختصاص إلى عدة ولايات، بالإضافة إلى القيام بعدة عمليات تفتيش، أين أسفرت العملية عن استرجاع 600 مضخة مالية 600 مضخة مائية غاطسة ولواحقها، تقدر قيمتها المالية الإجمالية أكثر من 4 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 102 مليون سنتيم من عوائد السرقة.